الفنان محمد حسنين أبو سريع الذي مضى سريعا. الفنان محمد حسنين الملقب بأبو سريع من مواليد مدينة الدامر التي تربى بها وقضى فيها طفولته، انتقل إلى الخرطوم واستقر بالخرطوم جنوب حتى التحق بمدارسها ومنها مدرسة السجان الأولية. كان والده يعمل في هيئة سك حديد، ويقال بأن جده من أصول مصرية نزح من مصر وتزوج جدته في مدينة الدامر، وهو الشقيق المرحوم ربيع حسنين القطب الاتحادي الكبير. في الخرطوم تعلم حرفة الخياطة من أحد الأغاريق في الخرطوم جنوب، وأصبح ترزيا إفرنجيا ماهرا. اشتهر بالرقة والظرف وحب الأناقة، ونسبة لاحترافه مهنة الترزي كان يزور الدول الأوروبية سنويا ليشاهد آخر صيحات الموضة في الحياكة وتفصيل الملابس. كان يحب الحياة الارستقراطية، وفي الستينيات كان يمتلك السيارات الفارهة منها نوع بلايموث. كانت له علاقة وصداقة قوية مع الملحن خليل أحمد والعشرات من الفنانين والعازفين، كما كانت له علاقة صداقة مع الشاعر والصحفي الشهير حسين عثمان منصور، والذي لحن له بعض أشعاره الغنائية. كان معجبا بالفنان أحمد المصطفى وخاصة أغنيته الشهيرة طار قلبي، وقد بدأ حياته الغنائية بتقليد الفنان أحمد المصطفى. كان معجبا بأغاني الحقيبة وعالج فنيا وبذوقه الرفيع أغنية نغيم فاهيك. قلبي جبر هواي يا حب الرجب دواي جميل صبري زاد جواي يا رقي رقي جودي دواي ضما بوجك وغربي دواي كفاي قلبي يا القمر وصالك
الحال إلهي اللي يدور أنا عتيق الحب والوجدان أنا الحق حتى الوجدان كفاية أنا الهي والنجدان أنا الناد توب الحيدان كفاية اللي يقول وغيب ليل واكتب جهاي يفيد عقلي وفيد جهاي وغيب ليل واكتب جهاي يفيد عقلي من حبي باقي زور هاي وجل فيني وجل انت هاي كفاية قلبي يبور وانا الحامل البلا ما اشتكى وانا كاتم السر ما حكى انا الحوت جبحيل ما تبكى انا مساء هاجر الفنان محمد حسنين للسعودية وقضى بها قرابة 30 عاما يمارس مهنته المفضلة، وكان يثري المنتديات السودانية بألحانه الرائعة والجميلة. أنجب بنتا واحدة وهي تعمل الآن طبيبة بأحدى المستشفيات. رصيده الإذاعي من الأغنيات المسجلة تجاوز 30 أغنية. توفي وهو يزور الوطن في إجازة قصيرة. ميزاته في التلحين ومقدرته على اختيار الكلمات الجميلة. الفنان الراحل محمد حسنين اشتهر بالظرف والأناقة، وقد كان محبا للحياة الارستقراطية، وقد سافر كثيرا إلى أوروبا حتى يواكب ما يجده في مهنة الحياكة والترزية التي برع فيها جيدا، وقد عاش في بيئة ووسط ثقافي في قلب الخرطوم، وكان لذلك الفضل في رهافة ذوقه ومقدرته على اختيار الكلمات والقصائد الرائعة وصداقته مع بقية الملحنين والشعراء والشاعر والصحفي الكبير حسين عثمان منصور. دليل على ذلك وعلى قربه من الوسط الثقافي في العاصمة الخرطوم، وقد لحن وغنى للكبار من الشعراء في ذلك الوقت. يا مسافرين وين 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 غاب قمر دوري بين الحنان والفين تحتي دلال وزاد أنتوا أنسونا يلا فوتوا خطونا كامبو بريتونا تلقوا غرامكم زاد
قمر دوري يا مسافرين وين غاب قمر دوري بين الحنان والبين في دلال وزاك أنسوا أنسونا يلا روحوا خلونا كان بكرة جيتونا فاليوم غرامكم زاك سلام وشوق وعتاب أكتب جواب وجواب سلام وشوق وعتاب سقيت وقلبي سراب يا ناس غرامكم زاد انسوا انسونا يا روحوا خلونا قاموا بريتونا تلقوا غرامكم زاد المحنة طويل يا ساهرين الليل درب المحنة طويل وين تلقوا تاني دليل وين تلقوا ليكم زاد انتوا انتوا اهدونا يلا فوتوا خلونا قاموا بريجيتونا تلقوا غرامكم زاد لقاءات الأستاذ محمد حسنين عام 1978 أجرى معه تلفزيون السودان أكثر من لقاء وقد سئل عن علاقته بالشاعر الكبير حسين عثمان منصور وقال بأنهم الاثنين من أبناء الخرطوم ثلاثة وقال بأن من أشهر أغانيه التي لحنها له الملحن برعي محمد ضفع الله وقال بأنه والفنان حسن سليمان الهاوي كانوا يرتادون نادي الخرطوم جنوب الثقافي. اللحن ده بتاعك؟ لا اللحن ده بتاع الأستاذ الكبير برعي محمد ضفع الله. الأغنية دي لما ألفها الأستاذ الكبير حسين عثمان منصور ألفها وزي ما بقول هو فصلها لي التفصيل يعني قال لي بفتكر انه ما في زول بيقدر يعني يصور لي الغنيه دي في اللحن في الغنى الا انت اللحن لك برعي وتاديها انت وليه اختارك بالذات يعني لانه انا يعني يا اصدقاء ولا تحلف نمره ثلاثه مع بعض الاثنين وصديق لي وبنقعد في نادي الخرطوم جنوب الثقافي وهو كان صديق وتحل معانا مع بعض والرجل حساس في الفتره دي كان هو الف اغنيه لحسن سليمان اسمه الملاك الساكن جوا قلبي حزارك اوعى تحرق نارك دي عشك ودارك يمكن تكون دي ثاني غنية حسن سليمان بحكم انه حسن سليمان والخرطوم وصديق له وبيقعد معنا في النادي بتاع الخرطوم جنوب الثقافي وبعدين انا اداني الغنية دي حتى حسن سليمان ذاته كان معجب بها جدا فاداني لها وكان مديها اداها وقال لي برعي دي تديها الفنان محمد حسنين تلحينها له وفعلا جينا وقعدت انا مع الفنان برعي في منزله هنا في بلد ده كان سكن فيه جديد يا دوبه معانا العازف الكمانجه المشهور بدر التهامي فقعدنا قعدتين القعده الثالثه انا كنت حافظ الاغنيه في الفتره دي كان برعي منقول للقاهره في السفاره السودانيه هناك سنه 56 55 او اخر كده الله بدون مقاطعه ايوه هو السرعه في تلحين الاغنيه دي وانك يعني ابتديت تغنيها ايوه ده له علاقه باسمك ابو سريع يعني تسمع لا ده عم دبروا ابو سريع دي برضو انا سموني ابو سريع برضو في نادي الخرطوم جنوب او في بوفي عبد الذهب ده كنا بنقعد مجموعه ونقعد جماعه في اللحظه دي يا استاذ رحمي كانت بتصدر في مجله مصريه اسمها الاثنين فبتصدر فيها قصة بتنشر فيها مصرية قصة مصرية مجلة مصرية بتنشر فيها قصة اسمها للفنان أبو سريع الفنان أبو سريع ده كان راجل قيافة وكده وأنيق وبحب يعني الغنى ويحب يعني فبعدين قاموا والله يا أخي قصة أبو سريع بتطبق عليك فمن ديك من الفترة دي بيقولوا بالذات أولاد الخرطوم يقول لي أبو سريع لا من ناحية الوجاهة يعني من ناحية لا أنا في ناس كانوا بيفتخروها اللقب بتاع كورة أنا مقصدي يا محمد حسنين انه اللحن دي ايوه انت قلت شاعر يكاد يكون فصل لك ايوه برضه برعي بفتكر انه فصلها تمام طيب هل لانه وجدت نفسي فيها ودي الغنيه اللي رسمت لي الطريق عشان امشي عليه لانه لما كنت بغنيها في الاذاعه
انا كنت بطلع زمانك في الاذاعه برا بلقى ناس مستنيين عايزين يشوفوني، والله زي اللي بيزوروا يمسكوني كده، يا اخي انت اللي بتغني انا زينته، اقول لهم ايوه. فهي اللي رسمت لي الطريق ما في ذلك شك.